بالضبط ابو كرم، وهذا ما قيل بعد انه 1-1. ربما لو كانت 2-1 وراح الهلال 2-1 للهلال، ما دام انه سجل اللي هو فريق اوراوا، ورحت انت الى اليابان ولعبت الى التعادل، هدف واحد في مرماك، ما دام انت رايح للتعادل تخرج يعني البطوله تصبح الى اوراوا. هكذا يعني ابو كرم بالنسبه الى حسابات الجماهير. ولكن الكل متفق ابو كرم حتى بالنسبه الى الجماهير، نعم انه في تفاؤل. انا اقول لك انه رغم الاصابات اللي حدثت وما تفضل فيه الكابتن احمد بالنسبه، او انت ابو كرم بالنسبه لسالم ويا سلمان، ولكن الجو العام في ثقة في الفريق، في ثقة بأنه هناك شخصية بطل، هوية بطل، الهلال متعود على الصعاب. الكل أيضا يذكر أبو كرم في كل هذا الأسبوع اللي مر، حادثة الهلال قبل مونديال كأس العالم، وما كانت الظروف إليه وما وصل إليه. كابتن أحمد، كمان المشجعين حكوا عن التشكيلة، أنت كيف شايفها؟ أنا أشوف التشكيلة يعني البلاهي جونغ، سعود، البريك يمكن بيلعب بمكان غير مكانه. انا اشوف انه كنو وعطيف راح يكون من اللعيبه، يعني اذا كان متواجد عطيف تشكيله بكره، راح عطيف من اللعيبه اللي يمسك كوره، يعرف يحرك الفريق بتمريراته بتحركاته. ميشيل راح يكون عبء كبير على الفريق الياباني، ميشيل يتميز بالسرعة بالحركة الخفيفة، العرضيات يمتاز فيها بشكل كبير، يقالوا هداف يسجل من أنصاف الفرص. يمكن الحمدان، إذا صحت الأخبار وجود الحمدان راح يكون إضافة يعني ممتازة بتحركه، وهذه فرصة له أنه يظهر نفسه، المباريات هذه تحتاجه. الهلال أبدا يعني أنا أشوف أنه ما يفرط بهذه المباراة، وهو قادر طيب، لأنه يملك عناصر كبيرة وعناصر تقدر تسوي الفارق إن شاء الله يا رب، وهذا اللي عودنا عليه فريق الهلال. راح نروح لفاصل، وبعده راح نشوف توقعات نجوم كرة القدم العربية لمباراة العودة بين الهلال وأوراوا، وراح نقرب في أوراق أوراوا الباحث عن لقبه الآسيوي.